صالح بن صالح بن أحمد بن حزين مرات مرجعية كبيرة جام من أبناء مديرية صلواح. العمر 1969، الأولاد 7، 5 أبناء و2 بنات. الله أكبر على اللي يهتون البدر تسمع ما حلا. الله أكبر على اللي يهتون البدر. يعد الشيخ صالح بن صالح حزيم منهى ومرجعية قبيلة آل جهم، وتعرف هذه المرجعية في النظام القبلي بالمراغة. وما كان لنا أن ندخل صميم الحوار مع الشيخ صالح دون أن نتعرف على المراغة ودلالاتها في نظام القبيلة. المراغة يعتبر مرجع جديدة، وفي مرجعيات يعني مراغ تاوت بينهم، يعني في مرجعية للقبيلة نفسها، وفي مراغة يعني مرجعية للقبل الأخرى تجي للمنشد وللتشارع عنده وللمنشد وللمنهى. انتهوا من مثل حكموا 2 مشايخ في قبيلة أخرى واختلفوا، يختاروا هذا المراغة يكون الفاصل بينهم، يعني مثل الاستئناف. وفي مراغة يعني يقول مراغة قصرة للقبيلة، يعني المراغة بينهم تفاوت يعني، ويعني مثل ما في القبيلة يعني مشايخ فروع يحكموا ولحام والمشايخ تعدد، يعني القبيلة تعدد إلى عدة مشايخ إلى عدة فخوذ القبيلة، ولها مشايخ والمشايخ هؤلاء يعني اعتبروا مشايخ فصل بين القبيلة، ولكن إذا اختلفوا في شيء أو ذا أنهوا إلى عند المراغة المرجعية القبيلة. هذا هو تعريف المراغة. وإلى المراغة أيضا انتهت أمور القبيلة في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية، والآن قضايا الحرب. نعم، يعني قضايا الحرب المراغة عليه واجب، يعني أولا لقبيلته لأنه كونها مراغة اختاروه مراغة، ثانيا الوطنة، ولازم يكون مساعد في حل القضايا، وفي وقت الحرب يكون عند مسؤوليته، يقوم بما يلزم عليه من سير مع القبيلة ومع القبل الأخرى ومع ابن الوطن. من وجهة نظر الشيخ صالح آل حزيم، فالمراغة كمبدأ تتوارثه القبيلة اليمنية لعبت دورا على الصعيد الوطني في حل قضايا خارج القبيلة أو مساندة مواقف وطنية. وهل يختار المراغة اختيار من القبيلة أم أنه يتوارث مثلا عن والده عن جده؟ يعني يتوارث عندنا في اليمن هكذا أو في سائر الجزيرة العربية بشكل عام، يعني المراغ مرجع لكل قبيلة لها مرجعية، والمراغ هذا موجود أبا عن جد، يعني على اساس قدوم من بيت مراغة. نعم، يرضى يختار نعم اللي اختار من الاسره هذه، مثلا احنا آل حزيم هو مختار من الاسره هذه، يعني الاب وكان من ابنائه، ومات الاخ وكان اخوه من ابنائه من القبيله، والقبيله تعمد كلها. يتكرر التاريخ، وتحفر مراغة الشيخ صالح بن صالح آل حزيم في مكانها الصحيح
في معادلات الصراع الإمامي الجمهوري. ما الذي تتذكره أنت من مواقف للمراغات الذين قبلك، الذين عايشتهم والذين عاصرتهم؟ مواقف كثيرة يعني، حل القضايا، قضايا القبلية، وساهموا في قضايا في 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 عندما تكون مشاكل على مستوى الوطن، في مثل الوحدة، عندما كانت الوحدة لنا مشاركة، والوالدي وكل المرايق والمشايخ القبائل في تأسيس الوحدة وفي استدباب الأمن والاستقرار في البلاد إلى جانب الدولة وإلى جانب ولهم مواقف كثيرة. نعم، لكن هل شهدت المراغات السابقة للقبيلة على مستوى مثلا قبيلة جهم مواقف أشد من هذا الموقف الذي نحن فيه الآن؟ والله قد حصلت مواقف في الثورات، في الثورة 26 سبتمبر يعني ما قبلها، كانت الجمهورية والملكية يعني كانت حروب دائرة بالذات في مناطقنا، في مناطق في مارب هذا وفي غيره من ذا، وكان هم دورهم يعني. عندما طلبنا منه شرحا عن طبيعة المواجهات الأولى مع الميليشيات الحوثية، استعاد الشيخ صالح حروب صعدة وكيف كان موقف القبيلة ما قبل الحروب الست وما بعدها. وفي أمامنا الآن المراغة صالح بن صالح حزين، وهو الذي يعني سنستمع منه الآن إلى شرح لبداية الحرب الأولى كيف تمت وإلى أين وصلت الآن. في الحرب الحوثي، الحرب الحوثي والله الأولى، الحرب الأولى، الحروب الأولى نقول قبل اللي كانت مع علي عبد الله صالح ومع الدولة، يعني تعتبر مع الدولة، يعني تعتبر هم كانوا يستنكر، احنا نقول هذا ظلم على صعدة وهذا، ولا نعلم ان هو ابن صعدة نفسه الحوثي الذي جلب لهم الشر وجلب للبلد كامل، وانه هو عميل ايران، وانه ما اكتشف لأكثر الناس الا بعد ما بانت منها الاشياء بعد الحروب الستة. هذه كنا نتعاطف مع أهل صعدة ونتعاطف إلى الآن مع المظلومية، ما كانت يعني مظلومية تنكى حرب عليهم وعلى المواطن وعلى ممتلكاته وعلى، لكن عندما اكتشفنا في الأخير أنه تحالفه علي عبد الله صالح وذا، قامت القبائل كلها وقام الوطن بأكمله ضد الظلم وضد واستنكروا. كانت ثورة 11 من فبراير السلمية في العام 2011 بداية تحول في مسار العلاقات بين قبائل مأرب مع بعضها، التي تنبهت بحسب الشيخ حزيم إلى أهمية الثورة وحتمية التغيير. في 2011 هبوا الناس كلهم إلى الساحات، عندما بداية تام الشباب اعتصموا بعدها، وحنا كقبائل في مناطقنا منا من راح الى ساحه الاعتصامات والى ذا، ومن كان حمايه في 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 المحافظه نفسها وعلى امن واستقرار ذا وعلى المنشآت، كنا نخوف ان يكون على، فكانوا الناس كلهم حاملين هم واحد يعني، وكانوا ضد الحوثي وضد مشروعه التدميري للبلاد. حضرت قبيله آل جهم وقبائل مأرب في صف الثورة ولعبت دورا في مسار الأحداث والتداعيات التي رافقت ربيع الثورة وما تلاها من فصول. بالنسبة لكم كقبائل، ماذا كانت تمثل لكم ثورة 11 فبراير؟ والله ثورة 11 يعني القبائل والشعب كامل يعني كانوا كلهم يعني يتفاءلوا بالخير يعني من هذه الثورة. ماذا كنتم تنتظرون منها يعني ايش الذي كنتم تتوقعون؟ الناس يعني من، لان الناس قد اقصوا وهمشوا وذا، وبالذات في مناطقنا هذه، احنا كنا في من ثورة 26 سبتمبر وبعدها من يوم تولى علي عبد الله صالح الحكم، واحنا مظلومين، محافظة مأرب بالذات يقول هذه محور الشر بدل ما هو كانت محور الخير له، مصدر الخير يعني، كل ما معنى ما مدري يتعين حد قليل يعني، حراس في شركه ولا سواق في شركه ولا في بوابه عليهم على القيادات وعلى الذا،
او ما تعين احد من ابناء مارب، يعني اضرب مثال على ابناء مارب. وكانوا الناس متفائلين بخير في هذه الثوره، الثوره كانت ثوره الكل، يعني مسميها الثوره الشبابيه ولكن ثوره الكل، يعني الشعب كامل، يعني كنت يريدون ظلم مش نقول ازاحه النظام السابق مع كل من قد اساء في الشعب. هل كان لدى مشائخ القبائل مخاوف من أن تحدث ثورة فبراير تمردا داخل بنية القبيلة وكيانها الاجتماعي؟ يعني لم يكن عندكم تخوف من الثورة أنها تحرض عليكم كمشائخ أو قيادات قبلية نافذة أو مرجعيات أو مراغات؟ يعني كان لم يكن هناك تخوف من ثورة فبراير؟ لا بالعكس، كنا احنا مع الثورة، لأنه نعرف أن الثورة كانت في صالح الجميع وفي صالح الوطن والمواطن، يعني تصحيح، ونعرف ما احنا ماش تخوف علينا، لأن احنا أي إنسان يكون سواء كان في قبيلته أو في ذا فاسد يريد إزاحته، ما عندنا ذا. والقبائل كانت لها الدور الكبير يعني في الاحتشاد مع ثورة فبراير، وكانت هناك أيضا قبائل ضد. نعم، ومناصرة في قبائل. ما هي الزاوية التي كانوا ينظرون من خلالها؟ كانوا القبائل في ناس الذين وقفوا ضد فبراير، ما هي الزاوية التي كانوا ينطلقون من منها؟ من باب يعني المصلحة، كانوا بعض الناس يعني لهم مصالح يتخوفوا مع النظام السابق. نعم، مع النظام السابق، وكانوا يتخوفوا أن يبعث مع هذه الثورة وعقيام ومصالحهم هذه فتنتهي. نعم، لذلك رأينا في الطرف الثاني من يحارب معهم في الجوف ويبدأ يعني تطبيق مخطط النظام للإطاحة بالثورة والإطاحة بصنعاء. أين كان الشيخ صالح بن حزيم في معركة الجوف؟ هذا كنا احنا اول من سقطوا الشهداء من ابناء القبيلة، وكنا حاضرين بالراي وبالدعم وبالزع، وسقطوا في الغيل الشهداء من ابناء القبيله ومن الاسره. نعم. والان انا يعني اقول وفي الحجر ضمنهم الشهيد الشيخ مانع بن فراس وغيره، والشيخ مبارك الشليف. الشليف وغير، يعني مولج من القبيله وكثير من القبيله، يعني لا اقول انه، لكن اقول لك سقطوا في الجوف، وفي حتى في عمران عندما جاء في سقطوا من ابناء القبيله في عمران، راحوا اكثر الشباب هناك. يعني دورتم مع اهداف الثوره ومع المتغيرات التي حدثت في عمران وفي الجوف وفي صنعاء وفي كل مكان. نعم، دور للقبيله يعني في وقت سقوط الدوله وتحالف الانقلاب بين نظام سابق وميليشيات متمرده، عاشت القبيلة اليمنية مرحلة عصف تحت تلك التأثيرات السياسية والعسكرية، لكنما القبيلة المأربية تماسكت ولم تسقط. على كل حال صحيح، يعني فيها يعني حصلت في الفترة الماضية جذبوا بعض المشايخ وبعض الأشخاص مثل من القبيلة أو من المنطقة أو من ذا، يعني استغلوا ضعفاء النفوس، يعني اعطوهم مال واعطوهم ذا ومناصب وذا النظام السابق وكذلك الحوثي. وكان الدور يعني احنا اجتمعنا مع مشايخ القبيله ومع اكثر كبار القبيله وقاداتها والذي منتمين الى احزاب، يعني لانه تعرف يعني في كلهم ايضا ينتمون للقبائل. نعم، وكان لهم الدور الكبير، يعني هم في منطقتنا حاولوا في 2011 وفي هذا انه يحتووا يعني، لكن فوجئنا في الاخير عندما نزل الحوثي وقد نزلت المناطق كلها عندما فتحت له صنعاء وسهلوا له الامور، دخل عمران والتاحه ودخل العاصمه صنعاء، اجتمعنا كثير يعني وحاولنا انه ما يمر هذا البلاد، لا احنا وكل القبائل لا يمر المارب باكمله، وحاولنا احنا نشوف دي من القبيله، من قبيلتنا سواء او من القبائل الاخرى، بناثر عليهم انهم يبعدوا عن الحوثي هذا، وانه ما منا الا شر، وانه هو مبدأ أو فكره لا يتناسب مع اليمنيين ويتنافى مع مبادئنا وشريعتنا الإسلامية
واستجابوا الكثير منهم، والقليل يعني قله القليله يعني بقيوا في ذا، وكانوا محاربين في المنطقه يعني صراحه يعني، كانوا ولا كان لهم تواجد كثير. ولكن عندما وليوا لامر وجات اخذوا مخازن الدوله وسلم لهم علي عبد الصالح ونظام السابق سلموا لهم ذا، يعني كانوا يعتبروا القبيله وغيرها، ولكن الله كان مع الجميع، ولا يعتبروا امام زحف كبير من قوات جحاف الكبير جات على المنطقة محافظة مارب وعلى غيرها من المحافظات. مع اندلاع المواجهات بين قبائل صرواح والميليشيات الحوثية الانقلابية المتمردة، كان لابد أن يكون شيخ مراغة آل جهم في قلب الحدث، وقد كشف لنا عن كثير من تفاصيله. لماذا نزحتم إلى هذا المكان؟ نزحنا من ظلم الحوثي، ومن أن احنا لا نخضع، نموت على حق ولا نعيش على ذل وعلى نخضع للحوثي. في القبيلة قد كانت كلها خارج، أنا بقيت في جبل هيلان في الشق في المنطقة الضفة الغربية منه، ما كان فيها الحرب، كان في اتجاهات اتجاه مارب في الشق الشرقي، وده كان معنا هناك. بقيت أنا ومعي مجموعة من أبناء القبيلة كانوا إلى جانبي، صاروا القبيلة يكونوا إلى جانبي. في الأخير قلنا خلوا معي قليل، بقيوا إلا أولادي وأولاد أخوي ومجموعة من القبيلة قليلة يعني، كحداثة حولنا يعني حول بيوتنا، لأنه قد كان عندما دخل صرواح قبل أنزح اجتمعنا مع القبيله ومع المشايخ ومع ذا، وحاولنا ان احنا لا يمر صرواح ولا يمر القف، كانت معهم نقطه في وادي حباب للحوثه في 2011، قالوا خلوهم لانهم قد هم مع ذا وكانوا في الساحات وفي ذا، بقيت لهم نقطه هناك. حاولنا ان احنا يكونوا الناس ما يدخلوا مناطقنا، ودارت الحرب هناك في صرواح حوالي 3 أشهر و4. أنا طلعت الجبل عندما اقتنعنا ما فيش قد هو يعني فارض يعني بالقوة لا، فالتقت القبيلة ومعها من القبائل الأخرى يعني الصراحة في دارة حرب شرسة في صرواح. وإحنا بقينا في الجبل بقيت لمدة حوالي 2 أو 3 شهور وكذا، فكان كل ساعة هم أقرب منا طيب الخناق علينا شوية، وأبناء القبيلة كلها قدينا ونزحوا أكثرهم مشايخها قدينا في الحرب في صرواح. وعندما انسحبوا من صرواح إلى الزور وإلى الطلعة الحمراء وإلى الجفينة وإلى، فأنا حاولت يعني كنا لنا أمل قد كان قريب منا، طلعوا إلى جنب الجبل إلى جنب المحولات المقاومة والجيش الوطني، وقلنا قرب الكلام ما قد تحرر المنطقة وذا. في الأخير هم حسوا قالوا يمكن الشيخ تواصله، وجاءت معلومات أنهم يقولون قد عندي حوالي 200 شيخ من في المنطقة هنا فيها، فحاصروا المنطقة من بعيد وحاولوا يسووا وساطة يجونها، قالوا أنت باك تنزح، ايش أنزح أنا في بلادي، ما أنا نازح من بلادي، ايش لا شيء عنديكم ولا ذا، قالوا ما بلا ينزح. قلنا خلاص احنا بنخرج، قالوا يخرج وبنجيب له سيارات إلى الجبل وبندي لها بيت في صنعاء وبان دي له داع وبان، قلت انا ما راح بروح في حيت اريد، انا لا بروح صنعاء ولا داع. يعني اصريت حتى اللحظه الاخيره ان نعم تبقى. لا بقيت في المنطقه في الداع، فحاصروا المنطقه من بعيد ضربوا على البيت، بقينا لا في المساء يعني في نفس اليوم اللي احنا فيه في 25 شهر 11 2015. ففي المساء خرجت انا واولادي ومعي قليل من ابناء القبيله والباقيين، خرجوا على منطقة ثانية لقيونا رجل مشي على الأقدام، سياراتنا وحال النخل هنا في بيوتنا في الجبل، ومشينا إلى ما وصلنا منطقة قال لها المخدرة ما بين صرواح وهنا مفرق المفرق حق هيلان وده. فنزلنا هناك والتقينا مع مجموعة من أفراد القبيلة وخرجنا إلى أن اخترقنا مواقعهم ده، والتحمنا بمواقع الشرعية الجيش الوطني، وبعدها خرجنا للعوائل وهذا على منطقة صرواح
طلعوا على جبل ثاني دجل يعني دجل يعني عادي خلاص حاصروا البيت وتمموا قالوا باي يلقموه سووا اتصلوا الناس وهكذا باي يلقموه قلنا احنا سووا ما شفتوا احنا نخرج من البيت احنا اللي بنيناه وكل شيء ثاني بنيناه دجل. واجه الجهم بقوة وصلابة ميليشيات الحوثي المدججة بسلاح الدولة ومعسكراتها، وفي هذا القاع المفتوح حلت الأسر النازحة من صرواح وتوزعت على مناهل مياهه القادمة من أراضيهم المغتصبة، وما يزال الرجال يخوضون معركة تحريرها من جديد. دخلنا هذا المنطقة لقيت أبناء القبيلة هو مشايخ خاولة وأكثرهم في المجمع والباقيين في الروضة في تابع لنا في شق ذنح في شق ذنح والباقيين في ذنح وفي الزور وفي ذا قالوا هنا والباقيين في الخانق من أبناء القبيلة وفي منطقة الضيق وفي منطقة ذا، فاخترنا هذه المنطقة أتيت إلى هنا أنا ومجموعة من أفراد القبيلة وأتى إلينا الشيخ صالح أبو رباش ومجموعة من أبناء القبيلة والشيخ الطويل ومجموعة من أبناء القبيلة من آل حسين من قبيلتنا، وسكننا في ذا القاع حتى الله يفرجها، ولازلنا في طريقنا في خندق احنا والجيش الوطني والمقاومة. في العام الماضي حررنا في رمضان دخلنا منطقة المخدرة وحرروها ما قصروا الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل ودخلوا يعني كثير، خلنا جزء من وادي الضيق والمخدرة. صرواح كان قبل استشهاد المناضل الكبير الشدادي رحمه الله دخل وساروا علينا قيادات معه من أبناء القبيلة مثل الشيخ عبد الحميد دحان وعدة مشايخ من القبيلة في منطقة صرواح، استشهدوا قبل الشدادي بثلاث أيام خالد مقدي ربيع وغيرهم من المشايخ، ولحقوا مشايخ كثير وقادات من ابناء المقاومة، وكنا أمل كبير. أنتم الآن ما زلتم في خندق المقاومة. شوط كبير سواه الشدادي صراحة، وكنا يعني قد كانوا باي يستعيدوا منطقة صرواح استعيدوها بالكامل، كنا أمل كبير في الشرعية أن يتحرك. أنتم الآن في خندق المقاومة وما زلتم على الزناد. نعم، ولكن احنا مناطقنا للحين الحرب دائرة فيها من بدايتها من يوم توجهوا على مارب إلى الآن في مناطقنا جهم بني جبر لا زالت تدور المعارك فيها الآن. رجع ردوهم القبائل، رديناهم القبائل كامل من الجفينة ومن البلق ومن الدشوش ومن ذا حتى وصلوا صرواح وإلى مشارف في هيلان وبقيوا ولا تأخرنا في أي معركة كقبيلة جهم وغيرها من القبائل، ولكن عندما وصلت بلادنا الآن تدور الصراحة رحاء الحرب في البلاد، دمرت المنازل، منازل يعني في منطقة صرواح والمحجة وحريب وحباب، ودمرت مزارع يعني مزارع مكلفة على أهلها، ولا زال الآن حتى إنه يحصل أحيانا من غلطات من التحالف في بعض البيوت ولا دمرت بالطيران، أو قد يكون دخل الحوثي في بعض القرى أو ذا، ولكن لا زال التدمير في المنطقة ولا زال. لا، وإحنا ناشد عبد الله منصور هادي والقايم بأعماله وزير الدفاع الأخ المقدشي رجل ناضل ورجل يعني صراحة لها بصمات واقعة، وكل القادة يعني تحركوا وقايد المنطقة الأول ما يقصر والثاني، ولكن هذا الجديد لنا أمل فيه كبير أن يتقدم بالجيش وأن يحرر المناطق هذه المتبقية وتحرر مناطق اليمن إن شاء الله كامل. لم يتوقع الشيخ صالح بن صالح حزيم ونازح هذا المخيم أن يطول بهم المكث هنا، وعلى الرغم من أن الميليشيات الحوثية دمرت ديارهم ونهبت ممتلكاتهم في صرواح وجبال جهم، إلا أنهم يحنون إلى الديار حتى لو كانت رمادا. بعد ثلاث سنوات اليوم نعم. وأنتم هنا في نعم هذا رمضان المكان. رمضان الثالث الآن نعم. احنا خرجنا في 25/11/2015 وإلى الآن جينا قبل رمضان صمنا هنا في حر يعني. كم تتوقع باقي يا شيخ؟ كم تتوقع باقي حتى التحرير؟
احنا العمل كبير جدا، احنا كنا نقول يعني اشهر يوم جينا، احنا نقول شهر شهرين، وهم عاد كانوا في قوتهم، كانوا يجوا يعني بالارض بالطقوم بالمدرعات بالدبابات بالما ينقصهم من الطايره من صنعاء، يعني اذا دمروا عليهم اربع خمس ولا شدوا بدلها 20 دوميه بدلها. كنا كان لنا امل انه احنا نحددها في خلال اشهر قليله، لكن الله كلما طالت الحسابات يعني تزيد ام تنقص حسابات النصر والخساره؟ الخساره هناك فائده من الخساره تزيد، واحنا نقول كل ما زادت كل ما زادت انه الخساره تزيد وتزيد ده وهذا. هل يرتب الناس اوضاعهم اكثر يعني ربما كلما طالت الامور يعني تزحزحت الكثير من المواقف و بان البياض من السواد؟ نعم نعم، هذا يكشف لك يعني يكشف لك يعني يوضح لك، لكن احنا في من جهه الحسم نزيد الحسم، احنا عدد يعني كل ما تاجلت الامور وكل ما ذا يعني كثرت الخسائر وخسروا الناس ارضهم مزارعهم، كل تاخير وفي خير، خسروا شبابهم، مش كل تاخير وفي خير، مش كل تاخير وفي خير يعني ان شاء الله. احنا املنا كبير واملنا كبير في الله سبحانه وتعالى، لا نريد التاخير لكن ايضا نريد أن تتصحح الأمور يعني أكثر. إنهم يعيشون الآن على مدرب السيل القادم من جبل هيلان الشهير، يتوضؤون ويغتسلون بمائه الذي نبتت منه جذور حياتهم. ومن هذه الآبار التاريخية شرب أبو زيد الهلالي ماء الخلود وعطر الأسطورة. للشيخ صالح بن حزيم رسالتان، الأولى إلى من هم في صف الشرعية، والثانية إلى من هم خارج هذا الصف أو ضده. في كل مرة نزور فيها هذا المخيم نعود بشعور أكثر تأكيدا في أن النصر بات أوشك وأقرب من هذا الماء المعتق في هذه البئر، والذي تكاد أن تلمسه بيديك أو تلمس فيه يد أبي زيد الهلالي البطل الذي صنع أسطورة بطولاته بسيفي الشجاعة والمعرفة. تتحدث عن هذا؟ تتوارثونه كابرا كابرا عن كابر، وفيه منا من الشباب من درس ويقول لك انه وجد في عندما في التاريخ يعني نبط اسمه منهل نبط، وبعض المناهل يعني مثل الحريزي هذا يعني وجدوا الاسم هذا انه كان منهل كذا نبط فيه آل ابو هلال او ابو زيد الهلالي. نعم نعم، وش الشيبات يعني عن كل جيل يروي الجيل اللي بعده ان هذه كانوا فيها يتواجدوا آل ابو هلال، وأنهي مناطق كذا وأنهي أسامي كثيرة. طيب وكم توجد هنا أسر نازحة في هذا المكان؟ والله في هذا المكان إحنا توجد من القبيلة يعني أسر كثيرة، والأكثر في مارب، لكن أنا تواجدت هنا وأتوا إلى عندنا شيخ آخر من القبيلة صالح رباش أبو رباش، وجو من الشيخ الطويل ومجموعة من اجتمعتم هنا يعني من القبيلة هي. توافدوا له هنا، وعاد فيه منا في إيداة الراء جنب مخيم النازحين هناك في تابع في إيداة الراء مجموعة كبيرة، والباقيين في مارب وفي مخيم الخانق في الخانق هناك معانهم مع مخيم صنعاء يعتبر هو نازحين في صنعاء، وباقيين في من جهم في ذنه وفي الزور وفي الروضة، لأن صدواح أصبح يعني كلها يعني منطقة حرب، ولا زالت الحروب دائرة فيها من بداية الحرب عندما نزل الحوثي مارب، توجه مارب إلى الآن لا زالت المعركة من هنا من الجبل هذا جبل هيلان هذا شوفينه، لكن اليوم مع الغوبة مع الغترة هذه ما نشوفه كثير، ولا هو واضح معك الجبل هم مسكين عدم في الجبل هذا، الجبل هذا الذي يريد تحريره، ونطلب من الشرعية تحرير الجبل هذا وتحرير ما تبقى من المناطق، وكل المناطق اليمنية تهمنا جميعا لا نفرق بين شيء، احنا هنا ابناء البلاد احنا وابناء المنطقه، ولكن احنا نعتبرها مثلنا زي صاحب صنعاء وصاحب اب وصاحب دمار وصاحب عدن وصاحب تعز وصاحب يعني كل الناس تريد ترجع بلادها. ما حلا بيت شعرنا.
عاشت البدو عندي يا عرب خير عيشة، سيطر العز فيها والكرم ساق جيشة. ما حلا عندي يجري ما نتسمع وشيشة، الله أكبر على اللي يهتون البدو. ما حلا